السنة الثامنة للهجرة. رجل يدعى عمرو بن العاص يريد مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم يكلف مبعوثيه بالتوجه إلى الممالك والأمصار للدعوة إلى الإسلام. إذن فلعمان نصيب من هذا الشرف. جيفر وعبد ابنا الجلندا يستقبلان رسولي رسول الله عمرو بن العاص وأبا زيد الأنصاري في صحار عاصمة ملكهما، وبعد أن يقدما واجب الضيافة يتشاوران ويستعينان بأهل الرأي ويوجهان السؤال تلو الآخر ليتعرفا على الدين الجديد، فعليهما مسؤولية ومصير أمة سوف تتبعهما، حتى إذا ما اقتنعا وآمنا أعلنا إسلامهما، لتصبح عمان منذ تلك اللحظة قلعة إسلامية منيعة. لم يكونا أول من اعتنق الإسلام من أهل عمان، فقبلهما حطم مازن بن غضوبة الصنم باجر بعد أن كان سادنا له يخدمه ويهتم به، امتطى راحلته وقطع الفيافي إلى المدينة المباركة ليحظى بشرف اللقاء المباشر برسول هذا الدين، ليشرح له الإسلام وتعاليمه ويقتنع ويؤمن وينال شرف اعتناق الإسلام في الحضرة المحمدية، ليكتب عند الله صحابيا جليلا ويسجله التاريخ العماني في مقدمة من أسلموا من أهل عمان، ولتحظى عمان ببركة الدعاء النبوي. فيكرر مازن الزيارة في العام التالي ليبشر النبي بمن أسلموا وبثمرة دعائه لأهل عمان. مازن ينشر الإسلام ويعتق غلامه ويرحل عن الدنيا وهو في أقصى أذربيجان حاملا لواء الإسلام، ويخرج من ذريته أدباء وشعراء ورواة للحديث وعالمون بأخبار العرب، فتنير أسماؤهم كتب طبقات الرجال.